النهارده هقول لك على تريكات لبس محدش بيعملها هتاخد ليفل ستايلك فوق، ومش فوق العادي، ده فوق بتاع العناتير. جاهزين؟ يلا بينا. I wake up, flex, I'm down now. Check, no drip this. Tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die, stretch. Tell him run it up. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم لايف ستايل دكتور ميكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن مشاكل بتواجهنا، صحتنا، شكلنا، عاداتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبقى باحسن صوره وننجح شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل سبسكرايب ودوس زر الجرس عشان ما تفوتش جديد كل اسبوع. يلا بينا نشوف موضوع النهارده. موضوع اللبس ده للاسف ناس كتير بتخاف منه، بتخاف تدور وتشوف ازاي تلبس كويس عشان فاكره موضوع معقد او صعب او ساعات كمان مستحيل. وميكاوي معاكم في ان الموضوع مش سهل بس برضه مش صعب، الموضوع بس عايز اهتمام شويه، وعايز بالاخص كمان انك تكون حابه. لما يكون معاك الاثنين دول انت كده معاك كل اللي محتاجه. لما تكون حابب الموضوع وانت بتتعلمه وانت بتعمله هتلاقي نفسك مبسوط بيه وبتتطور فيه اسرع. ولما يكون عندك حته الاهتمام والالتزام في انك تقعد نفسك تدور وتتعلم كده، موضوع انك توصل للي انت عايزه مجرد وقت مش اكتر. هتقول لي ايه اللي مخليك متاكد كده يا مكاوي؟ هقول لك عشان انا معاك في ظهرك بزقك لقدام. يعني مش معنى ان الطقم حلو على المانيكان او حد تاني شفته عليه انه هيبقى حلو عليك. ولو جينا النقطه دي بقى، معظم اللبس في معظم البراندات مش هيبقى حلو عليك اوف ذا راك، يعني من على الرف على طول. 90% احتمال مش هينفع تاخده من المحل وتقوم لابسه على طول. تخش تقيسه الاول وهيكون عاجبك، بس محتاج تظبط فيه حاجه، والكلام ده حتى لو الحاجه دي مقاسك. طيب هتقول لي ليه يا مكاوي؟ عشان المقاسات كلها سواء سمول او ميديوم او لارج بتبقى معموله على ناس جسمها مثالي ما فيهوش غلطه. بيبقى جسم فت فيه عضلات، بيبقى عرض كتفه مع عرض وسطه عاملين في، طوله طبعا الطول المتوسط للشباب من 175 سم لفوق، وللبنات من 165 سم لفوق. وطبعا معظمنا جسمه مش مثالي، في الطويل بزياده، القصير بزياده، المليان بزياده، الرفيع بزياده، وهكذا. تخيل معايا واحد مليان وطويل، طبعا هيلبس ايه؟ لارج. طيب لو مليان وقصير هل يلبس لارج برضو؟ طبعا لا، هيبقى طويل عليه، ولو جاب ميديوم او سمول هيبقى ضيق عليه. وضحت لك كده صح؟ هي دي بقى المشكله. انا كمكاوي مثلا شخص بيتمرن، كتفي وجسمي من فوق مليان، انا بلبس من ميديوم للارج على حسب اوف سيزون ولا كات سيزون وعلى حسب البراندات، بس انا طولي 168 سم، قصير. الميديوم واللارج بيبقوا حلوين من فوق، ماسكين كويس وعلى مقاسي بس طوال. وطبعا لو جبت المقاس السمول هيبقى طوله حلو بس ماسك من فوق بزياده، هيبقى ضيق فشخ من عند الكتف والتشست. ناخد مثال تاني، لو جبت واحد رفيع وطويل، كتفه من فوق ودراعه مقاسهم سمول، بس لو جاب السمول هيبقى قصير جدا عليه. طيب لو جاب اللارج هيبقى طوله حلو بس بحر من فوق، هيبقى عمال بيلعب في التيشيرت مش ماليه، وهكذا. هي دي المشكله، مش كل واحد كتفه سمول يبقى طوله سمول، ومش كل واحد كتفه لارج يبقى طوله لارج. والمعضله دي مش بس في التيشيرتات والقمصان والجواكت وكده، في البناطيل كمان. المشاكل دي عندي من زمان، فخلتني دايما ادرب نفسي افكر في حلول، دايما بدور اتصرف ازاي من غير ما اروح للترزي. فالمايند سيت دي بقى خلتني دايما بدور على تريكات وحيل اتحايل بيها على المشكله، ومش بس اتحايل على المشكله واغطيها، لا كمان ابين شكلي احسن. انا النهارده هقول لك على 6 تريكات من دول اتعلمتهم على مدار السنين ومحدش غيرنا انا وانت هيعملها. يلا بينا. اول تريكه وده ملناش غنى عنه، الشداد. وده اتكلمت عنه مليون مره قبل كده وهفضل اتكلم لحد ما يبقى مش تريكه، يبقى طبيعي، عشان هي المفروض ما تبقاش تريكه، المفروض تبقى حاجه اساسيه. اي حاجه داخله جوه البنطلون لازم معاها الشداد. والحوار ده كنت بلجأ له لما اجيب قميص او تيشرت لارج او ميديوم على مقاسي من فوق بس طويل ومكسر اروح للترزي، فاقوم لاعب لعبه السيمي فورمال وادخله جوه البنطلون. بس طبعا انتوا عارفين مشكله انك لما تدخل اي حاجه جوه البنطلون من غير الشداد بيحصل المافن تاو. لحد دلوقتي فعلا بستغرب كميه الناس اللي مش عارفه او سمعت عن الشداد ده. ده الف بي لبس فورمال او سيمي فورمال، وحتى لو هتدخل تيشرت جوه بنطلون تشينوس، عشان كده هفضل اكد واقول عليه كل شويه لحد ما الكل يعرفه. من غيره لو بس وطيت او لفيت او قعدت شويه هيحصل مافن تاو، وده بيخلي الموضوع مش شارب خالص، عكس تماما الهدف بتاع الفورمال او السيمي فورمال. انما بقى مع الشداد سواء تلف تقوم تقعد تنط تتشقلب، الموضوع هيفضل اكنك لسه مدخل التيشيرت او القميص جوه البنطلون
حالا، شاركوا على وضعه لحد اخر اليوم. الشدان ده من احسن اختراعات الشياكة اللي حصلت وهتحصل، وهفضل اتكلم عنه لحد ما عجز، يخلي شكلك شارب مش سلابي وعلى وضعك. شركة جو ستايلش عارفة ان التفاصيل دي اساسية ومهمة وما ينفعش نتغاضى عنها. لو خدتك وراء الكواليس وراء اي طقم شارب فورمال او سيمي فورمال، هتلاقي شداد الجو بنت ده موجود. من غير شداد الجو بنت الدنيا هتبوظ، انت هتلبسه من هنا والقميص او التيشيرت هيفضل طول اليوم جوه البنطلون اكنك لسه لابسه. شداد الجو بنت ده سعره مش غالي خالص، معقول جدا، وكمان جايب لك كوبون كود هيبان لك على الشاشه عشان سعره يبقى احسن واحسن. لازم تطلبه ولازم يبقى عندك دلوقتي، وما تقلقش شركه جو ستايلش عندها شحن لكل حته في العالم، ما عندكش حاجه. صدقني التريكه دي بس لو سمعت كلامي فيها هتدعيلي. تاني تريكه الكلاسيك كاف والبين رول، والاثنين دول خلوني ما اروحش ببنطلون تاني عند الترزي. دايما مشكلتي لما كنت بجيب بنطلون على مقاس وسطي 33 بيبقى طويل جدا، وساعات بيبقى طويل وواسع كمان من تحت بزياده. هنا بقى كنت بلجأ لحل الكلاسيك كاف والبين رول على طول. طب هتقول لي ايه الفرق بين الاثنين يا مكاوي؟ ببساطه كده، الكلاسيك كاف مجرد بتشمر البنطلون تشمرتين تقصره، انما البين رول انت بتطبق البنطلون على بعضه وبتشمر، اللي هو بتقصر وبتضيق. البين رول بيخليك تعمل في تيبر، انما الكلاسيك كاف بتقصر البنطلون بس. اي بنطلون بقيت اجيبه بقيت الجأ للتريكتين دول، ما عدتش اروح للترزي. لو البنطلون طويل وواسع من تحت يبقى بين رول على طول، لو كان سليم او سكيني وطويل بس يبقى كلاسيك كاف على طول. طب هتقول لي اعملهم ازاي بالكاوي؟ هقول لك تعالى اوريك. الكلاسيك كاف مجرد ما تطبق او تشمر البنطلون مره من تحت والثانيه نفسها بالظبط، انما البين رول هتدي البنطلون على نفسه من جوه الاول تضيقه، وبالثانيه دي تشمر مره في الثانيه عشان تمسكها. البنطلون لو طويل معاك بس تديله كلاسيك كاف، لو طويل وواسع تديله بين رول. طب هتقول انا عايز اقصره واضيقه بس ما اعملش الفي تيبر اللي بتعملها البين رول. هقول لك انت متعب على فكره بس بسيطه برضه. كل اللي عليك تعمله يا معلم، هتجيب استك ومع اول تشميره تلبس الاستك فيها وتشمر التانيه بيه عشان يضيق. كده انت معاك الرجل من تحت ضيقه من غير ما تعمل الفي تيبر اللي بتضايق شويه ناس. كده كده انت معاك في البناطيل التضييق من تحت، التقصير، التضييق والتقصير، الترزي هينسى بناطيلك. تالت تريكه، بكوي الهدوم من غير مكوى. اول حاجه انا بغسل هدوم الخروج لوحدها وقبل ما انشرها وهي مبلوله كده او مديها نفضه من دول على وضعها. النفضه دي مع القماش المبلول بتفرده، بعد كده اقوم مدخل شماعه فيه واقوم نشره بشماعته، فوزن الميه جوه القماش المبلول بتشده على تحت، فطبعا لما ينشف على الحال ده بينشف مفرود، وطبعا بينشف جاهز على اللبس على طول. طب نقول مثلا نفضت التيشيرت او القميص نفضه بكرواته ما اتفردش كويس، معانا هنا بقى بلان بي، نحط ميه سخنه في رشاش. جيت تلبس القميص او التيشيرت لقيته مكسر، اديله رشتين من دول ونفض نفضه تانيه بزمه بالشماعه، طبعا هتلاقيه فرد معاك، هتلاقي الدنيا مش محتاجه مكوى ومش محتاجه مكواجي. رابع تريكه، ودي انت لو معايا من زمان من زمان قوي هتكون عارفها، النيبل اكشن كاموفلاج. والموضوع ده كل ما بجيب سيرته بيجيب قلش ولطافه كتير، فهننجز. كله بيعمل روش وجامد وبيحلو، بس انا برضه لسه عند رايي انه حل ممتاز. طب ده حل لمشكله ايه بالظبط؟ لما تيجي تلبس تيشيرت او قميص خامته خفيفه ولونه ابيض وماسك عليك سنه تقريبا زي اللي انا لابسه ده، وبالذات بقى لو بتشيل حديد وصدرك وكتفك مليانين فمليين التيشيرت او القميص، هيقابلك ظاهره غريبه، مشكله ويرد شويه. لمؤاخذة النيبلز بيبقوا باظين في التيشيرت او القميص بزيادة، حاجة رخمة ومحرجة بالذات ان الناس بتلاحظها بسرعة. ودي حلها هتجيب بلاستر مدور، و انا عارف ان انا هندم على الطلعة دي. زي ما شفت كده بالظبط. المهم المشكلة اتحلت، نقفل على الموضوع بقى نشوف اللي بعده. خامس تريكة، ظبط الياقة السرحانة. ودي برضه لو انت معايا من زمان في القناه هتبقى عارفها، بس بما ان عائلتنا كبرت وناس كتير اشتركت في القناه الفتره الاخيره قلت اعمل ريفرش سريع. مفيش راجل شارب الياقه بتاعته بتاعت القميص او البولو ينفع تبقى سرحانه. لو الياقه بتاعتك ما فيهاش زرار زي دي هتجيب شريط لحام او شكرتون او واير تيب، هتجيب الاسود والابيض على حسب لون الخامه اللي معاك، حاجه غامقه اسود حاجه فاتحه ابيض. مثلا نتخيل ان مفيش زرار في الياقه دي، نفكه كده، وبما ان القميص ابيض هنجيب شريط اللحام او الواير تيب الابيض. كل اللي عليك تعمله هتاخد حته صغيره منه تقطعها بالمقص وتلفها على بعضها، تعملها كده بالظبط. بعد كده تجيبها
وتحطها بين الياقة وبين البيت بتاعها كده وتقوم قافل. شكرا. الياقة هتفضل مكانها اليوم كله. ياقتك ما ينفعش تكون بتلعب، كل جنب هتحط فيهم لزقة من دول هيفضل مكانهم مفيش لعب وعلى وضعهم. سادس تريكة، هنحرق الوفر ونشيل الشعر، وهنا نشتغل بشفرة او موس وبرولا. اي حاجة عندك صوف سواء جاكيت او سويتشيرت قديمة عليها وبر كتير وطالع عينيها، هتجيب الموس وتروق عليها. هيطلع عينيك وهتقعد معاه حبة حلوين وهتفرد معاه، بس هيجيب نتايج حلوة. من تجربتي هيرجع جديد تاني. نيجي بقى للمشكلة التانية، الشعر. لو عندك بتتصايع السولة زي الامرالة دي كده، شعرها بيبقى في كل حتة، على الكنب، على هدومك، على الحيطان، مش بعيد تصحى تلاقيه ببقى شعرها. بالذات بقى لو انت بتلبس حاجات غامقة كتير هتلاقيه على كل هدومك. بس ما تلاقيش حل الموضوع ده، بسيط جدا. هتجيب الرولة، دي عبارة عن رولة بتلزق في الشعر وبتشده. فكل اللي عليك تعمله انك تروع على نفسك كده قبل ما تنزل على هدومك كلها، بالذات الهدوم الغامقة. الرولة دي جايبة من ايكيا ب30 جنيه وفعلا انقذتني كتير، ملهاش حل. انا جايب واحدة حاططها في الاوضة عندي جنب المراية، وواحدة تانية في العربية عشان لو نسيت اشيل الشعر قبل ما انزل. دايما خلي معاك واحدة زيادة للطوارئ عشان لو نسيت. كل ما يبقى فيه شعر رول وروع على نفسك واهتدائيين. الحاجات اللي انا قلتها النهاردة دي بان بسيطة، بس الحاجات دي هي اللي بتفرق بين واحد شعر وواحد عادي، واحد الناس عمرها بتنساه، واحد عدى اكنه ما جاش. ارجوك اهتم بالحاجات دي، هي اللي بتفرق بين الليفل اللي فوق والليفل اللي تحت. وبس كده يا سيدي، ده اللي كان عندي اقولك النهارده. ما تنسوش ان احنا هنعمل حلقه اسئله واجابات قريب، روح اعمل لي فوق على تويتر واسالني السؤال على هاشتاج اسال مكاوي. هرد بس على الاسئله اللي فيها الهاشتاج ده، روع عليا باسئله حلوه. وبكده وصلنا لحد كام النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو فيديو فادك باي حاجه اعمل لايك، سبسكرايب، اتفرج على باقي فيديوهات في القناه، واعمل كومنت قول لي فيه كام تريكه من دول انت ما كنتش عارفها. وزي ما بنقول كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. اشوفكم الحلقه الجايه.